السلام عليكم. السلام ورحمه الله. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. كنا جايين لك في بيتك. ايوه. ايه بقى عملتوا ايه؟ كان عندك مشكله انت وابنك، ما كانوا عشان ما تقعدوش مع بعض. ايوه. قولي لي بقى عملتي ايه؟ دلوقتي بقي الشقه كامله الحمد لله. ما شاء الله. وده ايه بقى؟ ده بيت مين؟ دلوقتي بيت اخوي ده. وريني كده، اطلعي وريني. يعني انت دلوقتي بقى ليكي مكان؟ ايوه، ليكي في مكان مريح يعني، والحمد لله. كان الاول تراب وكان جرب. ايوه احنا جينا لك. كان تعبان ولد برضه من التراب برضه. كان عامل ايه دلوقتي ابنك صحيح؟ دلوقتي برضه بعين. رأي الحمد لله. ايه مريح شوي. هنا بيتك؟ ده بيتك ده؟ ما شاء الله. الحمد لله. كنا فين وبقينا فين؟ عندك مشكلة أصلا إن هما كانت أيوه ما كانوش راضيين على بيت وعلى أوضة واحدة والواد يبقى معاهم. ما شاء الله البيت حلو قوي. الحمد لله أحسن من الأول بكتير. كنت الأول عندك كانت أوضة بس مفيهاش حمام ولا فيها حمام ولا فيها حاجة، وكان التراب مالينا. عشان كده كان فارس ابنك كان على طول صدره تعبان. هو دلوقتي احسن الحمد لله. الحمد لله نحمد ونشكر فضله. انا عرفت ان هو ما شاء الله افضل احسن مكان بكتير. وبدا ينزل يشتغل وكده. الحمد لله والشكر لله. قولي لي البيت دلوقتي كده الدنيا، عملتي فرشتي؟ لا لسه. ازيك يا فارس؟ عامل ايه؟ المره اللي فاتت ما شفناكش كنت تعبان. كنت تعبان ايوه. دلوقتي احسن الحمد لله. الحمد لله شويه. صدرك اتحسن عشان مكان تاني كان مليان تراب وكده صح؟ ايوه. الاوضه اللي انت بتبات فيها؟ ايوه. ربنا يا رب يبارك لك. دلوقتي سمعت انك بدات تشتغل. ايوه مش سهل يوم وكده. تشتغل في ايه بقى؟ حلاوه. حلاوه ما بين العيال يعني كده. حلاوه؟ كويس. ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب. ودي الاوضه التانيه دي بتاعتك؟ بتاعته هو؟ امال دي بتاعتك انت؟ ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ما شاء الله دي جميله اهي. انت ايه بتفرشيها لسه صح؟ لسه ما فرشتهاش والله. فيها ما شاء الله. ان شاء الله ربنا يرزقك. ربنا ساعة من عند ربنا. ان شاء الله. ده فيها سرير ودولاب، دي حاجه جميله. ايوه واعمليها طيب. الحمد لله. ربنا يكتر من امثالكم يا رب. ربنا يوسع عليك يا رب. ربنا يوسع عليك. يجعلكم مستر الدنيا واخره. يا رب يا رب. وده الحمام؟ طب كويس ما كانش فيه حمام. ما كانش عندي حمام ده. انا الحمد لله والشكر لله. نحمد كده الضحكه الحلوه دي. والله نحمده. تعالي وريني الحمام. ما كانش عندي اثر حمام. طب كويس ما شاء الله. الحمد لله والشكر لله. نحمد ونشكر. ده المطبخ؟ ايوه المطبخ. طب كويس جدا. الله الف مبروك. ربنا يا ربنا يوسع عليك يا رب يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين احنا الناس بتوقفنا كل شويه، المشاكل طبعا ما بتخلص حتى لو في اعاده اعمار وتنميه بتتم وبيتم تطوير، ولكن المشاكل الناس واحتياجهم واحتياجاتهم والمرض واحيانا يعني مشاكل كتيره جدا جدا. بس اهو الحمد لله على الاقل بنعمل حاجه، واللي جاي ان شاء الله هيكون افضل باذن الله على الاقل خالص. توفير الحياه الكريمه ليهم. ده الشارع اللي احنا بقى صورنا فيه المره اللي فاتت، وكانت فعلا البيوت حالتها صعبه جدا. وتقريبا بقى هنشوف اول بيت. سلام. ايوه الحاجه سلام عليكم. ازيك يا ام؟ ان شاء الله تسلم. سلم عمرك. سلم خاطر. ربنا يكرمك ان شاء الله يخليك. البيت بتاعك اتعمل؟ اه اتعمل. ما شاء الله حمام وكل حاجه. ان شاء الله يخليك لينا. ان شاء الله يخليك في اللي بيساعد يا رب، ويبارك فيكي ويبارك في اللي ساعد. يبارك يا رب في اللي اتبرع ويساعد، ويبارك في بنك حياه كريمه. قول لنا عداد ما لاقينش ندفع قرش. قولي لي فين الاول البيت؟ نشوف البيت بس الاول. تعالي. هو ده؟ الله اكبر. لا 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 ده حاجه جميله قوي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. قولي لي فين كان معاكي اطفال ايتام؟ هم ادي دي والثانيه هي. ازيك عامله؟ الحمد لله. وصباح مبسوطه من البيت؟ ايوه مبسوطين الحمد لله. بس مبسوطه البيت؟ مبسوطه البيت الجديد؟ ايوه ان شاء الله. وانت مبسوطه؟ يقول ايوه. ايوه البيت الجديد احلى صح؟ ولا حلو ومليح. في حمام؟ ايوه. كان عندكم مشكله اول تعرفوا تخشوا الحمام صح؟ ايوه. واللي بتحبوا بقى تستحموا وكده كانت ما بتعرفوش، لان المره اللي فاتت جيت عندكم كانش في حمام. واخده حلوه وان شاء الله يخليكي ويديكي. ربنا
يا رب يرضيكي ويرضيكي يا رب. لا بس البيت جميل ما شاء الله. فين كان الحاج موجود فين؟ ما هناك ومشي ما عرفش راح لمين، طلع دلوقت كده. يعني موجود راح مش موجود ما عرفش فين. طيب الف مبروك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قولي لي بقى البيت هنا برضه هو يعني ما شاء الله اوضتين وحمام صح؟ اي هنا دي اوضه. طيب ما شاء الله حلوه حلوه، ربنا يبارك ويوسع يا رب ان شاء الله يخليك لينا. السلام عليكم. انت ايه انت انت ابنها؟ انت ابنها؟ عايش معها؟ ايوه عايش معاها. عايش معاها هنا في ده المطبخ صح؟ المطبخ. حلو قوي ما شاء الله. ودي اوضه ثانيه؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. الحمد لله رب العالمين. يديك ومن الدعي لك ان شاء الله يديك ويرضيك. يا رب يبارك في الناس اللي بتساعد يا رب ويديك. وده الحمام بقى يعني ده انا كان عندكم مشكله في الحمام. ده هو كان بره هنا في الشارع. كان عندكم حاجه في الشارع انتوا بالذات انا فاكراها. الحمد لله الله يخليك الله يكرم. ما شاء الله يعني الدنيا فرقت معاكم باذن الله. الله يخليك يا رب. الستر حلو يا حبيبي. اي ان شاء الله يسترك زي ما سترتينا. الحمد لله احنا كنا عايشين في اوضه ما فيش غير، كانت حمومنا وكل حاجه كان فيها. يعني شوفوا لما يكون كل حاجه فيها الاوضه دي تبقى ازاي. كنتوا عايشين في وبعدين ما كان المشكله جواز واربع عيال حمام برضه ما كانش فيه لا حمام ولا اي حاجه، غسيلنا وكل حاجه في طشت، كل حاجه كانت في طشت. لقيتي مهدود انتوا صعب زي ما جيتي ولقيتيه مهدود. ربنا يستركم يا رب ويوسع عليك. انت زي ما سترتينا تستري ويديك ويرضيك يا رب. سيادتك انت عندنا مشكله واحده دلوقتي، لمخزة العدادات جاي عليها محاضر وجاي علينا 3000 جنيه لمخزة العداد ومعناش احنا اصلا ما معناش. تشتغل ايه؟ انا بعد عنك ان انا تعبان ومريض وما قادرش وعندي التقارير اهو الكلى تعبني وما قدرش اصلا ادفع. لا ادفع عندك ايه في الكلى؟ ده عندي اشاعات وعندي البتاع ده مضروب لانه وقعت في لمخزة بير اللي تحت كنت شغال يعني ووقعت. فعندي عندي اتكسر في الكليه الشمال فمن ساعتها يعني ما اقدرش اشتغل والتقارير موجوده برضه هي. ربنا يشفيك ويعافيك يا رب وان شاء الله نشوف. اكيد يعني انتوا ما عندكوش انت بس اللي موجود ووالدك ما بيشتغلش ولا حد بيشتغل؟ لا ابوي ما بيشتغلش يعني عفوا المره لمخزه اللي هي يعني قبض السيسي اللي هو عملوه لنا ده بس برضه ما يعملش اي حاجه يعني لا قادر عايشين بس على المعاش الضمان لا انا ولا العيال دول تم نقبض ما عملش يعني ان انا اجيب ورجع حته الثلاجه او اوفر مش انت ايه طب معلش طب حد بس واحد حد واحد انت ما بتقبضيش قبض المعاش؟ لا ما مقبضش المفروض تقدمي. طيب عشان معاه بتربي ايتام ودي دي ودي والواد الثاني ليكوا معاش ما يدنيش يا شيخ ولا قدمي عنك وجعاني ما اقدرش اقوم ولا عيني عيني دي عليها مي ما اقدرش اعملها. يعني يشفيك ويعافيك. حاضر ناخد بياناتك ونديها البنك الشفا. خليك ان شاء الله ما يغيبك واصل لينا ايوه ويستر عليكي مطرح ما تحط رجلك. ربنا يكرمك يا امي ويسترها معاكي. روح ربنا يوسع عليكي يا رب. عشان كده هو حكايه القبض يسترك ويديك عافيتك ويعليك تاني وتاني. الله ما شاء الله على الدعوه الجميله دي. ربنا يكرمك يا ام يا رب ويشفيكي ويعافيكي ويشفي ابنك. ناخد بياناتكم ان شاء الله. اللي مشت معاكم يا رب ووقفت وعملت كل الحاجات الحلوه ديت ربنا ييسرهم ويديهم ويرضيهم. الله ربنا يبارك في الناس اللي ساعدت يا رب. عيالهم واللي معاش يا ربنا ييسر عليه برضه ويديه ويرضيه برضه زي ما رضانا وفرحنا كده وفرع عيالنا وخلاها حلوه وبقيت كويس. ربنا يكرمك. خليك لينا ما يغيبكيش واصل. ويعليك تاني وتاني وتاني يبارك فيك يا رب. ايوه يا رب يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم وان شاء الله باذن الله ربنا اولا يبارك فيكم ويوسع عليكم ويديك صحتك ومش هنساكم ان شاء الله كل انت قلت لينا يا رب ما يغيبك. لا جارك برضه بقى انا صح اروح اشوفه بقى. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. انا فاكره بيتكم يعني ده ايه ده ما شاء الله كده. الحمد لله احنا كنا فين وجينا فين الحمد لله. مش وجه مقارنه. لا الحمد لله. بس انت قولي لي كان بيتكم اصغر من كده يعني كان صغير عشان احنا اسرتين عملوه لنا يعني دور تاني. واو
وسع. انا سمعت وانا جايه ان الجار اللي جنبك جنبي وسعوا لي. والله انتوا كويسين مع بعض. وسع لي الحمد لله. في حد خد خدتي من جارك اللي هنا؟ من جارك من ابويا. ايوه من والد عمي جنبي. كويس قوي. هنا وسعت البيت. وسعتوا البيت ربنا يوسع عليه. لا احنا كنا كنا كان اللي عندكم العنكبوت كان الشرخ في الحيطه زي ما قلت لك. انا بطلع لنا من التعابين زي ما قلت لك. انا بطلع لنا من التعابين والدواد زي ما قلت لك. لا دلوقت الحمد لله اتعمل دورين. لا الحمد لله وفوق في دورتين. دور كمان. تعالي بس الاول هنا دي الاوضه بتاعت مين؟ بتاعت حماكي. دي بتاعت امير وتفاها. ايوه عمي والوده. اه اللي هو حماكي. ايوه ايوه حماكي. ايوه هو حماكي. امير قلت هنا هو ولدي وانا مرقد فجأة وبنات الاثنين. انتي بقى في الدور اللي فوق صح؟ هاي علي ورينا يلا. ده ما شاء الله حاجة كويسة قوي اهو. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يوسع عليكم يا رب. ده نعمة كبيرة. احنا كنا فين وبقينا فين؟ الحمد لله. ما شاء الله. يعني انا شايفه. طب انت بالذات انا فاكره حالتك. الحمد لله اديك شفت حالتي من الاول. اه كانت صعبه الوقت الحمد لله. بس يعني المعيشه صعبه شويه. بس يعني البي يعني ان انتوا بقيتوا ليكوا مكان فوق لوحديكم. لا حمام كلها هنا في الفكره. الحمام وهو البيت اللي كان هو طاقه. وزي ما شفتيه كان هيك احفظيني. وكان الشق زي ما انت شفتيه كده في الحيطه. زي ما قلت لك يطلع لنا منه التعابين والدواد. لا كده الحمد لله. بس هي المعيشة اللي شوية صعبة علينا. جوزك برضه ما بيشتغلش؟ ما بيشتغلش والله. وأنا على عندي حساسية على عينيا برضه. ما قدرتش برضه أجيب العلاج. وزي ما أنت شايفة حامل كده وما قدرتش أكشف. مش قلت لك المرة اللي فاتت كنت حامل؟ ما كنت حامل ما ولدت. كفاية. صغير. طب هعمل إيه يعني؟ هقول له هو كفاية. أنا جايلك السنة اللي فاتت. أعمل إيه طيب؟ والله ما لقيتش. كفاية. أنت جوزك تعبان ولا جوزك؟ يعني معيشتنا يعني الحمد لله شوية بس. مريض يعني؟ ما بيشتغلش ليه؟ ما بيشتغل. ما في شغل. هنا ما فيش شغل في بلدنا. انت الاول معلش من ساعه ما دخلت ناسي اسمك. اسمك منى. منى يعني ليه كلكم هنا ملاحظه هي نفس المشكله ان ما فيش شغل؟ ايه اللي ممكن الشغل اللي يشتغلوه الناس؟ ما فيش يعني عندي شغل بس في الخرده. يعني عندي جوز. ايوه جوز. انا كده يعني نجيب له شويه خرده زي كده اما يروح يشتغله. نجيب 20 جنيه 50 جنيه ما نصرف يعني. لما الحق اجيب قطره لعينيا ولا ملحق زي ما انت شايفه ولا حتى اجيب حته لحم ولا قادر اكشف للحمل ده اللي انا حاملاه. تعبان يعني من كل جهه تعبان. وعينيا برضه زي ما قلت لك عليها حساسيه برضه ما قادرش اجيب القطر بتاعت. نشوف ان شاء الله برضه ناخد بياناتك وبنك الشفا يشوف العلاج ده. وكفايه بقى يعني ولاد بقى. ربنا يبارك لك في ولادك. معاكي كام ولا معاكي كام؟ تنوى. وحامل؟ يعني الجيد الرابع. كفايه علينا كده بقى. الحمد لله. ده انا كنت فين وبقيت فين؟ ده الحمد لله. والله ده انا كل يوم اتفرج عليك في التلفزيون اقول ما رضيتش تجي ليه. ما رضيتش تجي ليه والله. شوف بقى تكونوا عم وحشتنا صح. والله وحشتيني. وعايز اخد الرقم بتاعك. وكل ما اجي امليه من التلفزيون ما اعرفش. كل ما اجي امليه ما اعرفش. طب اعمل ايه؟ والله ربنا يخليك يا رب ويديك صحتك يا رب. يوسع عليكم يا رب وان شاء الله. يا رب زي ما دلوقتي تليفون صحت عليك كده وبنات لي. الله يخليك يا رب ويديك صحتك. يوسع عليكم ويبارك في اللي بيساعد ويبارك في بنك حياه كريمه. هو اللي عامل لكم ده. ربنا يبارك. يستر برضه. يستر والله العظيم زي ما سترتنا كده. يسترك يا رب. احلى حاجه الستر. ربنا يبارك فيك. الحمد لله. والله ربنا شاي. والله اما ادعي لك من وراك ومن قدام يعلم بي يا ربنا. شكرا. ربنا يبارك فيكم يا رب. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. ربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يبارك. يلا سلام عليكم. بس محتاجة عفش. محتاجة العفش. خليها. عايزاك تساعد اخواتي. انت ايه؟ انا يتيمة مربى اخواتي ايتام. عايزاك تساعدي. متجوزة؟ لا بنت ابني. مالك؟ وعندي بنتين. حاضر. وانتوا بيتكم اتعمل محتاج فرش. اه معظم الناس اللي هنا استاذ رمضان عارف. حاضر حاضر. جواز احنا خدنا بياناتكم. خدنا البيانات. عايزة ايه يا امي؟ قلت جاز بس.
حاضر حاضر. انا عارفه هنا تقريبا كلكم المشكله كلها هنا ان احنا محتاجين الناس كتر خيرهم ربنا يبارك فيهم عملوا البيوت، محتاجين بس العفش يعني بعض الحاجات ننضف الحاجه ورا. انت عارفه الاول انا مش متخيله شكل الشارع المره اللي فاتت، لا يعني فرق ما فيش وجه مقارن. حلو وماليه يا رب يستر عليك اللي بيساعد يا رب. البنات اللي شباب دي عاوزه تتجوز. حاضر. انا ما عنديش الغساله ولا انبوبه. الله يستر. منى نعم بتجازى عشان خاطر بتجازى عندنا بكو فيه. حاضر يعني ربنا يرزقنا برزقكم كلكم يا عدمانا كده يا ربنا كده يا رب، وانت سامعنا كده يا رب يا رب يعني يرزقني برزقكم كلكم ويبقى ما فيش حد في القريه محتاج من الدنيا كلها. والله يا رب قادر على كل شيء، قادر على كل شيء. بس انا جايه النهارده اشوف حاجه الاول، ان ايه ان الدنيا اتغيرت، في فرحه بقى، عندنا حياه كريمه كلكم في عيا وفي مرض وفي لسه فقر، ان شاء الله اللي جاي احسن. حاضر يا امي. حاضر عينيا ليكوا، انا بسعى والسعي وفي الاخر ربنا اللي بيرزق. ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب. يا رب يبارك في كل بيسان يا رب يا رب. يلا سلام عليكم، استودعكم الله. ربنا يبارك فيكم ويفرحكم ويستركم يا رب، يوسع عليكم يا رب. يلا سلام عليكم.